ابن القيم قال ربنا رتب المحرمات في الآية دي من الأدنى إلى الأكبر، فجاء الشرك اللي هو أكبر الكبائر قبل الأخير، وجاء بعد الشرك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فدل على أن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك بالله الأكبر. والجماعة بيفتوا هسه لو دايرين وفي هنا بيتكبر الشاشة أنا بشغله ليه؟ بيفتوا عليل والله، دي أخطر مفسدة. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما علموا ذلك أغلظوا في الإنكار على القائلين على الله بغير علم. نقل الخطيب البغدادي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل دعونا من الحديث وهاتوا القرآن، فقال ابن عمر إنك لأحمق. وروى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أو في قصة جابر أن رجلا أفتى عنده بغير علم فقال له إنك لأحمق. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا لما أفتاهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج، وقال بعض الناس سمعنا أبا بكر يقول، وقال بعضهم سمعنا عمر يقول، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وفي رواية إنكم على شفا هلك أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. البفتي في الدين بغير علم، الصحابة كان بيقول له أحمق، وورد إنه كان بيقول له جاهل في وشه كده بغلظة. أما اللي بيقول في الجامع لأنه ما عنده علم ولا مدعي العلم، النبي يقول دعوه لا تزرموا عليه بوله، خلوه يكمل البول لأنه المفسدة أعظم، خلوه يكملوا. وجوه الجامع وجامع الرسول والصحابة قاعدين والنبي قاعد يقول دعوه. أما اللي بيتكلم في الدين بغير علم الصحابة بيقول له جاهل وأحمق وإنك على شفا هلك. عرفتوا الفرق يا جماعة؟ هذا موضوع خطير يا ناس. ما تتكلم في الدين وفي الإسلام بغير علم أبدا، وما تستحي وتخجل من الناس إنك تقول الله أعلم. قال جابر رضي الله عنهما فإن من العلم، من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم لا أعلم، وفي رواية لا أدري. ده من العلم. وشيخنا عبد الرحمن محي الدين يقول لا أدري ما أبردها على قلبي، لا أدري ما أبردها على قلبي، لأنه الناس الواحد اللي بيفتي على يتكلم على الله بغير علم بيخاف إنه الناس يظنوا إنه جاهل، أو يقول لك لو قلت الله أعلم والله الصوفية بيقوموا علي. من العلم ده، وإنت كده شغال مع ربنا صح، ربنا بينصرك على الصوفي وعلى الشيعي وعلى الملحد وغيره إذا أنت خفت من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الإمام مالك كما روي يجي رجل ستة شهور راكب ناقة وأهله مدينه ثلاثة أربع مسائل فقط، والسفر زمان ماذا يسع، ممكن ألاقيك أسد، ممكن تلاقيك أصلة، نمر ممكن يتلف فيك، ممكن يلاقوك قطع طرق. ستة شهور شلة ثلاثة أربع مسائل لحد ما وصل المدينة وقابل الإمام مالك، قال يجيب الأولى، قال لا أدري. الإمام مالك قال لا أدري. الثاني كلها قال لا أدري. الرجل قال أنا جيتك من هناك وستة شهور وتقول لي لا أدري؟ قال أترى ذلك الجبل يا رجل؟ قال نعم. قال اصعد في أعلى، اركب فوق وقل إن مالكا قال لا أدري. أنت عشان عندك فيسبوك ولا واتساب ما قدرت تقول لا أدري وأنت ما شيخ ولا عالم. وقد يكون بعضهم ذاته ما عنده علاقة بالعلم ذاته، يعني العلم ذاته ما بار دربه، بس بيعمل رصيد قريبة ويعمل فيسبوك يعمل نت تشيك 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 تشيك، والله ما حصل قرى جزء عما يمكن كامل. يا ناس نتقي الله سبحانه وتعالى،
ونخشى من الله. ربنا بيسألك من أي كلمة تقول في الدين والله ما قالها، من أي تحليل الله ما حلله، أو تحريم الله ما حرمه. ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والسؤال بعدين ما في النص، قال ما منكم أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما في، الله بيكلمك ويسألك وما ترتكضي. فيات الأبرد يا جماعة إنك تقول والله ما أعرف، لا أدري، الله أعلم، دي أبرد، ولا تقول لا مفترض. أبرد يا تا، أبرد يا جماعة، وده الدين وده الإسلام وده دليل على علمك ذاته. إن عندك شيء من العلم بقيت تخاف الله، لأنه ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ودي أخطر مفسدة واقعين فيها كثير من الناس الليلة يا جماعة، دي القول على الله بغير علم بسبب التوسع في وسائل التواصل لي، والجهل بدين الإسلام، والبعد من الخوف من الله ومن خشية الله سبحانه وتعالى. والله اللي بيخاف الله ما بيتكلم على الله بغير علم، ممكن يعصي معصية ثانية ويتوب، لكن الكلام على الله بغير علم ما بيسويه. لأن من الغيم ده قال لك بعد الشرك بالله الأكبر، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دي بعد الشرك بالله. طيب